Oh, oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره أحبتي ما زلنا في برنامجكم العقائد الحقه. إنها حقه وعلى الحقيقه لأنها مستوحاة من كتاب الله عز وجل ومن العتره الطاهره كما قال رسول الله صلى الله عليه واله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي ومن هذا المنطلق نمشي في العقائد الحق وقد سبق الحديث عن اصل التوحيد وعن الصفات الالهيه وعن نفي الصفات الزائده وعن نفي الزمان والمكان وعن نفي التركيب والجسمانيه وعن نفي كل شيء خلقه الله كل شيء من عالم الخلقه فهو منفي عنه تبارك وتعالى ليش؟ لان الايه محكمه قالت لنا ليس كمثله شيء اذا التجسيم ممنوع طيب اذا ورد عندنا في بعض الايات او في بعض الروايات ما ظاهره الجسميه ماذا تقولون؟ يتعارض مع قوله تعالى المحكم شنو المحكم ليس كمثله شيء اذا تعارض المحكم يبقى مستحكما فيؤول غيره كل شيء يعارض المحكم يؤول من هذا المنطلق نجري ونذكر بعض الايات التي توهم واشتبه في فهمها كثير من الناس كثير من المسلمين فتصوروها تجسيدا وتجسيما للذات الالهيه تبارك وتعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فلذا لا بد ان تؤول في هذه الحلقه وما يجري بعدها ندخل في تاويل الايات والاخبار الموهمه لخلاف ما ذكرنا من عدم الجسميه من عدم الصوره من الصفات الزائده من الحركه والسكون الزمان والمكان وامثال ذلك كلها لابد ان تؤول. طيب. ندخل فيما ظاهره ذلك. ما جاء عن ابي بصير عن ابي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لو ان الله خلق الخلق كلهم بيده لم يحتج في آدم أنه خلقه بيده فيقول لما احتج على إبليس شنو قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي شنو اللي منعك أفترى يبعث ال الله جل وعلا يبعث الاشياء بيده يزاول الاشياء بيده حاشا لله تبارك وتعالى فيقول لما خلقت بيدي يعني ظاهرا اكو يد الهيه فهذا تشبه اليد البشريه ولا لا تجسيم او لا فهذا التجسيم الايه شده للمحكمه ليس كمثله شيء شنو معنى ذلك مولانا؟ <applause> معنى ذلك ان اليد القدره الخاصه، اليد يعني الإناء العنايه الإلهيه، شلون يقول له ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني، الله عنده عين، لا هاي كلها تؤول بالعنايه الإلهيه وباللطف الإلهي الخاص، <applause> يقول يعني ادم خلقه الله بعنايه خاصه ليش ما تسجد لهذا الذي خلقته بيدي بعنايه الخاصه انت لم تكن لك عنايه خاصه هذا له العنايه الخاصه ليش ما سجدت له لو كان الخلق كلهم لهم هذه اليد الالهيه بمعنى العنايه الخاصه ما كان ادم يتبين فضله على ابليس فلما احتج على ابليس قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي يعني بعنايه الخاصه مو كل الخلق لهم عنايات خاصه طيب اذن هذا التأويل الأول بيدي يعني بعناية إلهية مثل قوله تعالى: لتصنع على عيني بأعيننا، شون الآية الأخرى بأعيننا يعني عناية إلهية، نظرة إلهية خاصة طيب إذًا التجسيم اللي ظاهرة تجسيم الآية اللي ظاهرة الجسمية أولت على خلاف ذلك طيب الآية الأخرى قال اليقطيني سألت أبا الحسن علي بن محمد العسكري يعني سأل اليقطيني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه عن قول الله عز وجل. احنا احبتي دا نذكر الايات اللي ظاهرها الجسميه ونؤولها يعني نذكر لها المعنى المناسب، التاويل يعني المعنى المناسب لها بما يتناسب مع الشؤون الالهيه <applause> لان اليد من يقول يد الله فوق أيديهم وأمثال ذلك مو ظاهرها الله له يد مثل أيدنا لا لاحظتوا فإذا هذه اللي ظاهرها التجسيم لابد أن تؤول ليش نأولها؟ بقوله تعالى ليس كمثله شيء لأنه صارت إلى إيد يصير مثله شيء إذا قلت إذا فرد واحد قال لنا عفوا <applause> إذا فرد واحد احتج علينا مثلا من باب المثال قال الله له يد ليس كأيدينا هذا الفرار عن ماذا؟ اليد نفهمها او لا نفهمها اليد صحيح الى ايد مو كأيدينا بس اليد شنو معناها؟ بحسب الظاهر يعني شنو معناها هذه اليد يعني التجسيم تتعارض مع قوله تعالى ليس كمثله شيء فهذا مو مقبول ان نقول له يد لا كايدينا خلي تكون لا كايدينا هي يد لو مو يد نفهمها او لا نفهمها شنو معنى اليد معنى اليد هذه الجارحه والله عز وجل ليس كمثله شيء فلا بد كل شيء ياتي يؤول الثاني يقول سألت الإمام الهادي صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل الآية 67 من سورة الزمر وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ هذول ما قدروا الله حق قدره ما عرفوا الحق الإلهي شون والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه التفت الى هذا هذا الارض الامام الهادي صلوات الله عليه هذا على خلاف ما جاء في تفاسير اهل الظاهر كل اهل الظاهر تفاسيرهم خلاف هذا اول الايه يقول وما قدروا الله حق قدره ما قدروا يفتهمون حق القدر الالهي ثم اردفه شنو قالوا ذولا ماذا قالوا هذا تعبير هؤلاء المشبهه الذين يشبهون الله بخلقه شنو قالوا والارض جميعا قبضته يوم القيامه يقبضها بيد قبضته يوم القيامه يقبض الأرض بيديه والسماوات مطويات بيمينه يطويها كطي السجل للكتب مثل هذا الكتاب اللي يطوى وينسد وينفتح يطوي السماوات ويلزمها بيديه بيمينه والأرض لازمها بيديه بقبض قابض عليها قبضة يعني لو تريد تفكر هذا تجسيم إلهي فلنفرض أن الله عز وجل راح يضغط الأرض ويزغرها يسويها بقد البرتقالة مثلا فلنفرض خلي يسويها بقد الرقية بقد البرتقالة أكبر أصغر خلي يسويها الكبرى وراح يقبضها فهاي القبض يعني باليد بيمينه زين والسماوات مطويات بيمينه فهذا تجسيم لو مو تجسيم تجسيم هذا التجسيم ممن صدر الايه اولها شو تقول؟ وما قدروا الله حق قدره، مو خوش حكي يحكون، شنو حكيهم؟ الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، الله رد عليهم ما قدروا الله حق قدره زين بعدين شو يقول؟ سبحانه وتعالى عما يشركون يعني هؤلاء في هذا الكلام جسدوا الله عز وجل الأرض بيدية السماوات مطويات بيمينه تجسيد لله والآية شنو قالت إن المحكمة ليس كمثله شيء فلا بد أن تؤول هذه الكلمات فلذا المفسرين شنو قالوا الأرض جميعا قبضته يعني تحت قدرته شوف تأويل <applause> إذا تقول بيدي هذا تجسيم هذا قول المشركين هذا قول هؤلاء ما قدر الله حق قدره إذا تقول بيدي ليس كمثله شيء فلذا المفسرون شنو قالوا قالوا تحت قدرته مطويات بيمينه منزه ربنا تبارك وتعالى عن القبضة واليمين عن القبضة واليمين منزه ربنا ليس كمثله شيء إذا هذا لازم أن يؤول يعني تحت تصرفه الكل تحت تصرفه وتحت قبضته وتحت قدرته هذا التأويل اللي يجي الإمام صلوات الله عليه يقول هذا ولا المشركين الله يرد عليهم وما قدر الله حق قدره وفي نهاية الآية شي يقول سبحانه وتعالى عما يشركون يعني هذا الكلام إذا التزموا بظاهره شرك فبعض فئات المسلمين اللي يعتقدون بالظواهر وما يأولون نهاية الآية تشملهم سبحانه وتعالى عما يشركون هذا القول شرك هذا. طيب اذا لاحظت كل شيء ظاهره التجسيم القبضه اليمين لابد ان يؤول ليش لابد ان يؤول؟ الايه شو تقول المحكمه؟ ليس كمثله شيء طيب الى هنا احنا ايتين جبناهن اولناهن عندنا عن الهروي هسه التفت الى هذا المعنى قال قلت لعلي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه اهل الحديث اهل الحديث جايبين حديث مولانا اريد نسالك عن معنى هذا الحديث تسمح لنا مولانا نعم تفضلوا شنو الحديث ان المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنه اه شوف التفت زين ان المؤمنين يزورون اهل الحديث جايبين هذا الحديث هذا الحديث موجود عند اهل الحديث ها وكانت الساحه الاسلاميه تتموج بهذه الاحاديث تتموج بذلك وياخذون الحديث مسلم وياخذون بظاهره ولو استلزم التجسيم والله عز وجل شي يقول ماذا يقول ليس كمثله شيء هاي ليس كمثله شيء نحتاجها في كل نفس في كل ايه في كل روايه في كل عقيده نحتاجها طيب فالحديث شي يقول إن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة يوم القيامة مولانا شدقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه رد عليهم يا أبا الصلت إن الله تبارك وتعالى فضل نبيه على جميع خلقه من النبيين والملائكة وجعل طاعته طاعته وجعل طاعه الرسول طاعته من يطع الرسول فقد اطاع الله من يطع الرسول فقد اطاع الله التفت ومبايعته مبايعته ان الذين شوف يد النبي صلى الله عليه واله كان فوق يد الذين يبايعونه تحت تجي اللي يريد يبايع يجيب ايديه شوف يجيب ايديه يصفقها هالشكل يبايع هاي البيعه فاليد الفوق يد النبي صلى الله عليه واله المبايعين ذولا الذين ان الذين يبايعونك التفت حبيبي بشكل جيد افهم الايه وافهم مكانه النبي صلى الله عليه واله في هذه الايه ان الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك يبايعونك إنما يبايعون الله. يعني هذا يمثل الله. هذا الشخص يمثل الله عز وجل. يعني مو تجسيم لا يمثل كأنه هو يمثل الله عز وجل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم تفهم معناته بعد تعرف ماذا يقول وما رميت وما رميت إذ رميت هذه نسبة إلى إذ رميت وما رميت إذ رميت وقت اللي رميت مو أنت رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هاي اليد يد الله فوق ايديهم عرفت المعنى؟ الله جل وعلا يد رسول الله جعلها مثل يده وليس له يد تجسيم لكن جعل هذا الوجود وجود الهي هذا الوجود مستغرق في الله فلذا قال ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، هو اطاع من؟ ومن يطع الرسول، هو اطاع الرسول اطاع الله، فهذه المنزله منزله الهيه، يعني التصرف معه تصرف مع الله عز وجل، التفت الامام الرضا دا يفهمه لابي الصلت الهروي دا أبو الصلت شنو قال له أهل الحديث ماذا رواه أهل الحديث رووا أن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم يوم القيامة المؤمنين من يروحون الجنة هم بمنازلهم يزورون ربهم فالظاهر شنو يعني يشوفون الله الإمام صلوات الله عليه ده يقول له يقول له التفت يقول له الله جل وعلا نزل حبيبه المصطفى منزلته شلون نزل منزلته ومن يطع الرسول فقد اطاع الله التفت ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فهذا شنو المنزله منزله الهيه فالذي اهل الجنة يرونه يوم القيامة هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه واله، فكأنهم يرون ربهم لان هذا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، هذا الوجود يمثل الله عز وجل فيوم القيامة الناس اذا ارادوا ان ينظروا الى ربهم ماذا يرون؟ يرون رسول الله صلى الله عليه واله لان الله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ليس كمثله شيء ما لا يمكن الرؤيه الالهيه كما في الحلقات السابقه ذكرنا هذا المعنى الله سبحانه وتعالى مو مجسم فاذا كل ما ظاهره التجسيم فتصوروا معنى الحديث شنو؟ ان المؤمنين في منازلهم يرون ربهم يعني يشوفون الله لا قل قال له قال هم يرون رسول الله صلى الله عليه واله لان الله خلقه وفضله على جميع خلقه من النبيين والملائكه وبعدين شنو قال؟ ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. وقال النبي صلى الله عليه واله من زارني في حياتي او بعد موتي فقد زار الله. يوم القيامه المؤمنين يزورون الله يزورون الله يعني شنو؟ يعني يزورون من زارني فقد زار الله زين ودرجه النبي صلى الله عليه واله في الجنه فمن زاره في درجته في الجنه من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى أنحل الحديث ولا يعني ظاهره انهم ينظرون الى الله جل لا مو هذا معناته معناته انهم ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه واله. طيب ابو الصلت الهروي لما الهروي لما سمع هذا من الامام الرضا صلوات الله عليه واوله له عجبا يسال سؤال ثاني انفتحت قريحة على أسئلة قال فقلت له يا ابن رسول الله فما معنى الخبر عندي رواية ثانية يا مولانا أرجوك تفسر لي يا شنو الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله شوف احنا خلصنا من ذيك يزورون ربهم اجتنا شلون ها ينظرون الى الله شو تقول بيها مولانا فقال يا ابا صلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر للرد رد على القران القران يقول ليس كمثله شيء كالوجوه كال ليس ك, ك ك كمثله ماكو كالوجوه اذا صار فقد رد على القرآن واللي يرد على القرآن شنو؟ كافر يا أبا الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم أجمعين صلوات الله عليهم هم الذين بهم يتوجه إلى الله من أراد الله بدأ بكم فلذا وجه الله اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء هؤلاء وجوه الله يعني الوجوه الداله على الله عز وجل هم الذين بهم يتوجه الى الله والى دينه ومعرفته وقد قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك وقال كل شيء هالك الا وجهه وجه الله يبقى لا يفنى ولا يهلك يعني شنو مولانا فالنظر الى انبياء الله ورسله وحججه في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامه النظر ثواب لا اله الا الله النظر الى وجه الله يعني اللي يلتزم بذكر لا اله الا الله يوفقه الله عز وجل ان ينظر الى وجوه اوليائه الدال على عظمته الدال على كرمه الدال عليه تبارك وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه واله من ابغض اهل بيتي وعترتي لم يزرني ولم اره يوم القيامه. لم يزرني ولم اره يوم القيامه وقال صلى الله عليه واله ان فيكم من لا يراني بعد ان يفارقني اكو بعض الناس يوم القيامه لا يرون رسول الله صلى الله عليه واله، لاحظت؟ لانهم لا يستحقون واشد من ذلك كما روى البخاري ومسلم كما في هذه الكتب المعتمده عند المسلمين زين؟ شنو تقول هذه؟ ها تقول يجي أصحابي يوم القيامة وإذا هم يذادون عن الحوض طردوهم عن الحوض فأقول يا ربي أصحابي أصحابي وفي بعضها وصيحابي وصيحابي فيقال له ما تدري ما أحدثوا بعدك ذولا لازم نطردهم ما يجون يشوفوك ذولا أحدثوا بعدك من ذولا اصحابي اصحابي وصيحابي وصيحابي خاصة اصحابي ذوله يطردهم الله يوم القيامة يبعدهم عن الحوض ما يشوفون النبي صلى الله عليه واله ان فيكم من لا يراني بعد ان يفارقني يا أبا الصلت ان الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان ولا يدرك بالاوصاف بالابصار ولا بالاوهام حتى صوره ما تقدر تصوره وكل ما توهمتموه بادق معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود اليكم ليس كمثله شيء طيب هذا وياتي بقيه الكلام عن امثال ما يحتاج الى التاويل من هذه المعاني التي تخالف قول ربنا تبارك وتعالى المحكم ليس كمثله شيء كل شيء يخالفه لا بد أن نؤوله بما يتلائم مع المقام الإلهي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته